تعرف شو؟ هذا عقاب من رب العالمين. الكل هون عم يتركوك وما حدا عم يقرب منك، وما رح تلاقي ولا حدا يحبك كمان. في عقاب أكتر من هالشي والله، ها؟ لما يتركوك اللي بتحبهم. أسماء بكفي شرب، عم تسكر من الصبح بكير؟ ما سمعتني حتى. قال رح تشتكي علي، بس أنا ما رح حل عنا للمخلوقة. لك ما بيكون اسمي عثمان رشدان إذا بحل عنا لهالبنت أو بتركها. رجعوا حطوا لنا اياه بخلقتنا، كان ناقصنا يعني؟ أنا متأكد إنه هو يلي قتلوا لمراد. مثل ماني شايفك، بجوز يقتلك إلك كمان. أو يقتلني إلي. عجبته الفكرة وأنا كمان بلشت خاف، وهلا استشرس لأنه حاصرناه وما بنعرف شو ممكن تكون ردة فعله. ما بتعرف بأي لحظة ممكن تطق براسه لما يتذكر اللي سويناه بخطيبته ويحاول ينتقم منا كلياتنا. صدقني عثمان، هذا الزلمة صار يشكل خطر علينا وأكثر من الأول. سليم اسمع شو بدي أقول لك. أنا الخطر. نحن ما عاد لنا أي شغل مع مصطفى هلا. لو ما فاطمة وقفت بالمحكمة وقالت بعظمة لسانها إنه نحن بريئين من هي القصة، ما راح نخلص منها أبداً. استنى، إذا ما بخليها توقف وتقول هالحكي قدام الكل، أنا ما بيكون اسمي عثمان رشدان. حرارته مرتفعة كتير. كريم كريم، الله يرضى عليك ابني، لا تعارضها. قوم خلينا ناخدك على الدكتور. ما في داعي هلا، برتاح لي شوي وبيمشي الحال. ليش؟ خلي الدكتور يفحصك، بجوز يعطيك شي دواء. ما في داعي للدكتور، بلكي ارتفعت حرارتك أكتر يا كريم. هلا بتنزل، بس جسمك مثل النار. هلا الأوضة كتير باردة هون. من هون جاي الهواء، من تحت الباب. هلا أنا بجيب شي حرام وبسكر لك ياها، لا تاكل هم أخي. خلينا ناخده على غرفتي. لكان من ايمتى كنا والشمس ترقعنا؟ انا بنزل لهون وهو بيطلع لفوق على غرفتي. لا ما بيصير، هلأ بتنزل حرارتي شوي. ما انا خايفة عليك ليسوق وضعك اكتر من هيك. بترجاكم ما تعملوا منا قصة هلأ. خلينا نطالعه لقطسي. ترك من ايدك استاذ نزير، رح ناخده على قطسي. امي قلتلك ما في داعي. ما بدي اي اعتراض، لفوق. يلا قوم معي بسرعة. تركيني امي، خلص قلتلك أنا منيح. فاطمة انتي روحي غيري الشرشف بسرعة. يلا رايحة. يلا قوم شوي شوي. حاسس رجلي ما عاد حملوني. لأنك ضعفان، هادي من الرشح، من الرشح. هلأ بغلي لك خلطة تانية أقوى شوي، شكلك ما استفدت من البابونة. كريم لفوق وانتي لتحت، هذا اللي انتي بدك اياه. والله برافو عليك يا ست مريم. شو قصدك ست ميسر؟ لا ما قصدت شي، تقبشيني. كتير شوب هون. نزلت حرارتك شوي، بس ما بتعرف. قوم خليني غير لك اواعيك. لك امي اتركوني على راحتي. هلا كل ما بتمرض بدك تدلل علينا هيك؟ ايه بيحب الدلال كتير. تشرب شوربة، انا رايحة اساوي لك. فاطمة ناوليني المنشفة من هون. ليك يا حبيبتي، يسلموا بنتي. خليك حاطة المنشفة لتغب العرق.
بس هي الكنزة. يلا فوت إيديك البيس. إيه هيك ها؟ هيك أحسن. لك أنا خايفة لا يعدي كل اللي بالبيت هون، والله مصيبة. الله لا يقدر، أنا حبلة ما بيصير أمراض. مرت أخي إذا خايفة انتقلي على البيت الثاني لحتى تجيب كريم مشان ما تنعدي منه. ما بروح، رطوبة بتضرني كتير. فوت على أوضتي وبسكر بابي علي مشان الله. احكي لي الصدق، قلعتي من الغرفة وضليتي قاعدة بالدفا؟ ليكي مرة طيلة الزلمة. مع انه انخفضت حرارته بس لساته بردان وعم يرجف. بدي اشوفه لعمه كريم وهو عم يرجف. بابا لا ممنوع تفوت كريم. بعدين بيعديك وانت بتعديني الي. يلا قوم عملت لك شوربه. ماشي هلا بقوم بشربها. ما رح يمشي الحال، رح اطلب له دكتور.